تحياتي الأخوة أخوات، مرحبا بالجميع في اللقاء المتجدد. أدعو الأخوة الأخوات للتأكيد بأن البث جيد على مستوى الصوت والصورة. أدعو كذلك الأخوة الأخوات للاشتراك بالقناة ومشاركة الحلقة مع أصدقاء، إعطائنا الإعجاب وكذلك إعطائنا ارتسامات ديكم. غادي نتحدثوا في هذه الحلقة على أول مواجهة إعلامية ما بين كل من المغرب والجزائر علاقة بزيارة ماكرون إلى الرباط، تمت عبر فرونس 24. غادي نتحدث عن الحيثيات ديالها وكذلك يعني الطرق ديال التفكير، بالإضافة كذلك إلى تحليلها و المخزن كيف يفكر والجزائر كيف تفكر باش نبرزوا كذلك التباين. غادي نتحدثوا كذلك الاخوه الاخوات على التعاون العسكري الفرنسي المغربي لمن موجه بشكل اساسي، وبشكل اساسي موجه لهذا المستنقع الذي سقط فيه المخزن ضد الجيش الصحراوي، تتدخل حاليا من بعد كذلك فشل الاعتماد ديال المخزن على اسرائيل في تدبير هذه الحرب وكذلك تحقيق اي انتصار خلال 4 سنوات. حاليا يتم اللجوء الى فرنسا باعتبار انها عندها حقيقه بدأ عندها واحد التاريخ وعندها كذلك تجربه في اداره الحرب الصحراء الغربيه. مساله ذات الاهميه الاخوه، ثم سننتهي الاخوه الاخوات في الحديث كذلك على اعتقال الحقوقي فؤاد عبد المومني والسبب في اعتقاله والتدوينه التي اعتقل من اجلها، باش نتحدث كذلك على الوضع الحقوقي داخل المغرب. ما يتزيد علينا التشويش الشخصي، يقول لك بان المغرب دولة الحريات والديمقراطية وغيرها كذلك، وبأنه دولة كذلك يعني الجزائر دولة ديكتاتورية. لا، شوفوا الديكتاتورية كيف تتم داخل المغرب، والسبب لاعتقال أحد أهم الحقوقيين وأبرزهم حقيقة من ضمن كذلك مجموعة من الإخوان من كذلك من المغاربة الحقوقيين والأحرار وكذلك أحرار من المغاربة. غادي ننطلقوا الإخوة الأخوات في الجزء الأول فيما يتعلق يعني بهذا التفاعل داخل فرونس 24. يعني كانت هذا اللقاء ما بين كل يعني الذي تم يعني بفرونس 24 هو كذلك يعكس الموقف الجزائري في علاقته كذلك بهذه الزياره، في علاقته كذلك بما يتعلق كذلك بهذا الاعتراف الماكروني وليس بالفرنسي، ثم الجزء الاخر ما يرتبط كذلك بالمخزن كيف يفكر. اولا المفهومش بالنسبه لنا هو ان المخزن يعني الملكي، انا تترسل انتم دائما الملكي الى يعني الى فرونس 24. انا تنصح حقيقه نصيحه بانه ما يبقاش يكثر من السكر حقيقه، ينقص شويه من السكر قبل ما انه يولج الى البلاطو ديال فرونس 24، لانه تيتقل بزاف ثم يعيث عموما بانه تكون بلطجي اكثر من انه محلل، ويقدم صوره سيئه على المغرب، ولكن هي صوره حقيقه تناسب الاعلام المغربي وكذلك تناسب الدبلوماسيه المغربيه وتناسب كذلك حتى القصر العلوي، اي انه ذاك وجه ديال المخزن حقيقه. مسألة اللي هي غير مفهومة، احنا نتحدث على زيارة ماكرون والاعتراف ديال ماكرون، شنو هي الدلالات ديالو، شنو هي كذلك ما يتعلق بالرهانات ديالو، شنو هي كذلك التجليات ديالو، شنو هي الآثار ديالو على المستوى القانوني، على المستوى السياسي، على المستويات اللي هي مختلفة فيما يتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية. هذا هو المواطن الجزائر عبر كذلك الإعلام الذي يمثل الجزائر يتحدث على القانون الدولي، يتحدث بأن كيف لفرنسا اليوم التي وضعت الأسس ديال القانون الدولي وكذلك ما يتعلق كذلك بضرورة احترام الشرعية الدولية، كيف أنها تنقلب، يعني هو تتحدث مع الضمير ديال فرنسا. شوفوا هذا جزائري، لا تقولوا عليه أنتم النظام العسكري والنظام الدكتاتوري وبأنهم كذلك يحاولون البلطجة وغيرها كذلك ودولة إرهابية وغيرها، هكذا يتحدث الجزائري، يقول كيف لفرنسا، هو يعاتب وكذلك يتحدث مع الضمير ديال فرنسا، كيف لفرنسا أن تنقلب على القانون الدولي. كل كلام ديالو هو يرتبط بالشق القانوني ويرتبط كذلك بالشرعيه، الشرعيه كذلك ما يتعلق بالشرعيه الدوليه المرتبطه بالشعب الصحراوي. هل يمكن لفرنسا اليوم بانها تقوم باستفتاء مكان الشعب الصحراوي؟ لا يمكن. هل يمكن كذلك المغاربه بان يقوم باستفتاء؟ لا. هل يمكن كذلك القيام بموريتانيا او الماليين او الجزائريين او التونسيين او مدغشقر بانهم يقوموا بتنصيب نفسهم يعني فيما يتعلق يعني بهذا ما يتعلق بالحق ديال الشعب الصحراوي؟ بطبيعه الحال لا. هناك أسس وهناك قانون دولي، ولكن كان سؤال هو مهم جدا، ماذا تستطيع فرنسا القيام به حاليا من بعد هذا توريطها في هذا الملف؟ ماذا تستطيع؟ لا تستطيع. هل تستطيع تغيير القانون الدولي؟ هل تستطيع كذلك تغيير الأعراف الدولية؟ هل تستطيع كذلك تغيير هذا المسار ديال الملف ديال الصحراء الغربية؟ لا. إلى قناعة القوة يقولها كذلك الطرف الجزائري يقول لك إلى قدرات هي بأنها تقنع مجلس الأمن وكذلك المنتظم الدولي وكذلك لجنة تصفية الاستعمار قدرت تقنع كذلك إفريقيا وقدرت كذلك تقنع بشكل عام المنتظم الدولي، مرحبا.
يلا تبين لنا إذا قدرت بأن تدير هذه المسألة، لأن يعني الملف ديال الصحراء الغربية هو لا يرتبط بالجزائر، هو ملف يرتبط بشكل عام بالمنتظم الدولي والتصور ديال المنتظم الدولي حول هذا الملف. لا حنا عندنا شي ناس أقسم بالله العلي العظيم، شكرا جزيلا الأخ رشيد، أقسم بالله عندنا حنا المغاربة أقسم بالله وحاشكم إلى وكل الخرا راسه، أقولها لكم بشكل عادي وبكل مسؤولية، ماشي هو كذلك أحترم الجميع، ولكن هذا هو وكل الخرا، ماشي هادو أساتذة جامعيين، يعني نخبة النخبة يطلعوا في فرنسا 24، صور واحد يقول لك بأن فرنسا ستلزم المنتظم الدولي، غادي تفرض على المنتظم الدولي، نعم سيدي غادي تفرض على روسيا، وغادي تفرض على الصين، وغادي تفرض على الجزائر، وغادي تفرض على الاتحاد الافريقي، وغادي تفرض على جنوب افريقيا وعلى موزمبيق، وغادي تفرض على اوغندا، وغادي تفرض كذلك على نيجيريا، وغادي تفرض كذلك على امريكا اللاتينيه، وغادي تفرض كذلك على اسيا، غادي تفرض وعلى كذلك حركه عدم الانحياز، وغادي تفرض كذلك على البريكس. فرنسا المغرب، شوف هذا العقل كيفاش داير، قالها هكا بشكل هو عادي ومقتنع بها، قال فرنسا، قال له ما هو زعما الدلالات، ماذا تستطيع فرنسا تقديم للمغرب؟ قال فرنسا بانها ستفرض هذا الاعتراف داخل مجلس الامن، وستفرض هذا الاعتراف داخل المنتظم الدولي، والجميع ملزم بانه ياخذ مدى وجهه النظر ديال فرنسا. حنا تنتسالوا من هي هاد فرنسا؟ هذا سؤال، من هي فرنسا؟ والى كان المغرب تنظر الى فرنسا حاليا، يتم التطبيع الى فرنسا بهذا الشكل، راه مساله اللي هي خطيره جدا. الى كانت يعتبر حقيقه المثقفين او اشباه المثقفين والاكاديميين اللي تروجوهم وكذلك تصدروهم للمشهد الاعلامي يعتقدون بان فرنسا بالاعتراف ديالها هو كان يلزم ماكرون، تيقول لك بوغ موا، وتيقول لك ليا انايا، بالنسبه لنا حنايا حنا نعترف، بالنسبه لنا حنايا هو تيجر، هو كذلك يقوم بتحييد نفسه على المنتظم الدولي، تيقول لك بالنسبه لنا حنا وغادي يقوموا بجهود وغيرها، تيقول لك المغربي لا، هو سيقوم المغرب الفرنسي اليوم سيلزم المنتظم الدولي. فرنسا اليوم لا شيء في المعادله على المستوى الدولي، لا شيء، لا شيء. يقدر يكون عندها نفوذ على المستوى ديال الاتحاد الاوروبي سياسيا، ولكن لا تستطيع مواجهه القرارات القضائيه، ثم لا تستطيع خارج المربع ديالها الاوروبي، لا تستطيع باي شكل من الاشكال بانها تقوم بفرض وجهة النظر ديالها على المنتظم الدولي. هناك الأشداء، هناك تسمع ماكرون، تسمع بوتين مباشرة تتحزق له مباشرة، تتخلع حقيقة، تتخلع، هو يحس عنده إحساس بالرعب. ثم ألمانيا حاليا عندها إحساس بالرعب، وجميع الدول ديال الاتحاد الأوروبي عندها إحساس بالرعب من بوتين وكذلك من روسيا. يعني غريب جدا بأن يعني يتم ترويج مثل هذا الكلام من طرف المغرب او من طرف كذلك مخزني ومن طرف المخزن، بان فرنسا ستحسم في هذا الموضوع، بانها ستفرض، كيف ستفرض على المنتظم الدولي، كيف ستفرض كذلك يعني على كذلك المؤسسات القضائيه، كيف ستفرض على الاتحاد الافريقي، وهي لا تتوفر على اي نفوذ داخل الاتحاد الافريقي، وتم طردها شرط طرد ومنبوذه اصلا. يعني غريب جدا ترويج مثل هذا الكلام، ولكن تبقى تظل دائما الجزائر وفق كذلك التصور اللي هو تم التعبير عليه حقيقة داخل البلاطو ديال فرونس 24، يتم دائما التأكيد بأن الجزائر هي ملتزمة بالقانون الدولي، لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوز القانون الدولي وكذلك تجاوز الشرعية الدولية. إلا كان عندها فرنسا عندها قدرة بأنها تغير في هذا كذلك يعني في القانون الدولي، وبأنها كذلك تراجع على المواقف ديالها وكذلك المبادئ ديالها السابقة، فهذاك شغلها. ولكن اليوم يسير العالم بمنطق اللي هو آخر، والمنطق الفرنسي الذي كان رائدا في محطة من المحطات أصبح هشا حاليا وكذلك ضعيفا. شوفوا الإخوة الأخوات، إحنا تنتحدث اليوم إخوة الأخوات على أبناء فرنسا، أولاد الحركي، أكثر الناس اللي هما أبناء الاستعمار وأبناء الحركي وأبناء فرنسا وولاد فرنسا، أولاد الحراميين ديال فرنسا، هم المغاربة. ما تتحدثش على الشعب المغربي، تتحدث على أبناء المخزن، وكانوا يختبئون ويقومون باتهام الجزائريين. اليوم تواجه الجزائر، تواجه فرنسا من المنطلق القانوني ومن منطلق كذلك الشرعية الدولية، وتؤكد بأنها ستقوم بمدى بالرد على الجزائر، وتتخوف فرنسا من الرد الجزائري. ولكن كذلك يعني نقاش لا عموما، قدر بأنه يكون ما قمتش برفع يعني الفيديو، ولكن هناك نقاش اللي هو يعني مهم جدا بين صفوف كذلك النخب المثقفة وكذلك ما بين الصحفيين الإعلاميين والأكاديميين،
الجميع يتخوف من ردود الفعل الجزائرية. اليوم الجميع يتخوف من ردود الفعل ديال الجزائر، حتى بشكل صريح الجميع يتخوف من ردود الفعل داخل فرنسا، يترقبون الرد الجزائري كيف سيكون، ويؤكدون بأن هذه المغامرة التي قادها ماكرون ضد الجزائر بأنه مغامرة أولا غير محسوبة العواقب، ثم فيها مدى كذلك يعني محاولة إلى دفع الجزائر لاتخاذ عقوبات أو بشكل أو بآخر للرفع من المستوى ديال التصعيد ضد فرنسا، ويعلمون جيدا بأن المصالح ديالهم مع الجزائر هي أقوى بشكل هو كبير جدا، أقوى من المغرب، المغرب ضعيف الذي حاليا بأنه يبحث فقط عن الحماية. يعني هناك يعني حتى هذاك اللقاء أبرز واحد في واحد الشق منه أبرز كذلك يعني من يستند ومن يعتمد على فرنسا، ومن إلى حدود الآن هو ملتزم بالحماية الفرنسية وينتظر من فرنسا بأنها تقدم له الكثير مثل ما تقدمته سابقا يعني في 1912 أو 1908 وكذلك 1912 من أجل كذلك يعني تمكينه من أراضي ليست بأراضي مثل الأراضي الريفية، كذلك واحد جزء اللي هو كبير جدا من يعني كذلك من الأراضي ديال السيبا ضمها كذلك إلى الأراضي ديال المخزن، تقوية المخزن، فمرة أخرى يعود المخزن إلى فرنسا من أجل إنقاذه في هذا الملف، وكذلك من أجل أنه يساعد لضم هذه الأراضي. ولكن عموما المنطق ديال 1900 وكذلك الحقبة يعني بداية العشرين ليس بالمنطق ديال هذا ديال كذلك ديال القرن 21، هذا منطق هو آخر، وهناك كذلك موازين قوى اللي هي أخرى، وموازين قوى على المستوى الإقليمي اللي هي كذلك أخرى، وبعقيدة اللي هي أخرى، بل هي عقيدة ضد الإمبريال وكذلك ضد الاستعمار. بدأت تتبان لنا حقيقة الفوارق في الذهنية ما بين الجزائر وما بين المخزن، ومن كان بشكل هو مستمر يقوم باللجوء إلى فرنسا في الخفاء وكذلك حتى في العلن من أجل أنه يقوم بتعزيز يعني الحضور ديالو، كذلك تقوية كذلك النفوذ ديالو سواء على المستوى الإفريقي وحتى كذلك على المستوى الأوروبي، ومن كان حقيقة بأنه يعتمد على نفسه كذلك رفض رفضا باتا وطرد فرنسا، ورفض رفضا باتا ما يتعلق كذلك بالمنطق الاستعماري ومنطق المحاباة مع المستعمر القديم الجديد. ففي البلاطو كان هناك خطابين، خطاب ديال كذلك ديال الاعتماد على فرنسا وجعلها بأنها هي مركز الكون، وأنا ما فهمش كيفاش يعني تنظر لها المغربي حاليا بأن الاعتراف الفرنسي سيذهب بشكل أو بآخر إلى دعم الأطروحة دياله، أنا ما فهمش للمغاربة اللي تطبلوا كالحمير اليوم كالحمير تعتبروا بأن الاعتراف الفرنسي وتطبلوا ليه، وإحنا جبنا فرنسا وفرنسا معانا وضد الكراغلة وغيرها كذلك من الأمور، وعن هالخلاف وصل دابا إحنا عندنا الصحراء الشرقية وعندنا كذلك يعني أراضي أخرى، دابا إحنا يعني ربيتوا الغباء، أنتم نجشتوا قطيع قطيع من التخلف وقطيع من الأمية وقطع كذلك من التبعية وقطع كذلك من العبودية، ليس فقط للمخزن بل حتى لفرنسا، يعتقدون بأن فرنسا اليوم بأنها غادي تقوم بإنقاذهم من هذا المأزق، ولا تقوم بإنقاذهم بأي شكل من الأشكال من هذا المأزق، بل ورطت نفسها فرنسا في هذا الملف وفي هذا المستنقع ديال الصحراء الغربية، ورطت نفسها في هذا المستنقع، والجميع يتحدث على هذه المسألة، فرنسا الإعلام الفرنسي يتحدث على المسألة بأنها خطوة تعتبر بأنها سيئة فاشلة، بأنه ما يتعلق بهذا القرار أسوأ القرارات اللي اتخذها ماكرون هو هذا القرار الذي كان فيه يعني من نتائج ديالو إغضاب أولا دول اللي هي مهمة جدا داخل منطقة شمال إفريقيا، ثم معاداة إفريقيا في سياق أنه ضعيف جدا، هذه مسألة. ثم المسألة الأخرى أنا ما فهمتش إلى حدود الآن حتى في البلاطو ديال فرانس 24 على الرغم من أنني تحاول بأن نتجاوز هذا الملف كذلك هذه الأطروحة ديال المخزن البائدة ديال التي تم إنتاجها وكذلك يعني الإعلان عليها عبر ماروك إبدو، وهي حقيقة يعني المبتذلة حقيقة ما يتعلق كذلك بالأراضي الجزائرية والصحراء الشرقية وغيرها كذلك من الأمور، ولكن واضح جدا بأن المخزن تحاول يروج لخطاب هو ما قدوش، تقول لك بأنه سوف يتم مواجهة يعني بأن مثل كذلك من الآثار الجانبية وكذلك الإيجابية ديال هذه الزيارة بأن فرنسا ستمكن المغرب من وثائق 2.5 مليون ديال 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 الوراق، و 2.5 ديال مليون ديال الوراق ديرهم في متحف، ديرهم عندك في المكتبه الوطنيه بالرباط، شوف اش دير بهم، حرقهم، اعطيهم للملك محمد السادس بورقه ورقه، هو قادر على هذه المساله، شوف ما دير بهم حقيقه. ولكن 2.5 مليون ديال الوراق حتى 10 مليون ديال كذلك ديال الوثائق او ما يتعلق حتى ب 20 ألف حتى 20 مليار ديال الوثائق،
لن تقوم بإعادة يعني واحد المنطق اللي هو بائد تم إنتاجه عبر كذلك علل الفاسد. اليوم يتحدث بشكل هو هكا صريح، نتحدث بشكل هو صريح، تتحدث إلى حدود العدل. اليوم أمس سمعنا الطاطا نبيلة، اليوم تسمع الملكي السكير تتحدث على أن المغرب غادي يتم تمكينه من وثائق تؤكد على أحقية أراضيه وغادي يسترجع أراضيه. باش غادي يسترجعها بالوثائق؟ على سبيل المثال عندك أنت جيش الإخوة والأخوات، عندك جيش قد يقدر بأنه ينسفك في 48 ساعة ما يستمرش ما ياخذهاش بتاتا. 48 ساعة غادي تلقى راسك بأنك أنت وليتي من حالة الحضارة، إذا كانت هناك حضارة ديال البغال المرسومة وكذلك الموسومة كذلك بالبغال والحمير، غادي تنتقل بشكل اللي هو سريع جدا الإخوة والأخوات، غادي تنتقل إلى حالة ما قبل الحضارة، يعني غادي تعيش في القرون الوسطى مباشرة مع الجزائر. يعني إلا كان المخزن، يعني حيت هذا الخطاب تكرر بواحد الشكل اللي هو غريب جدا، وتكرر كذلك يعني بسوء نية، وكذلك تكرر يعني حتى عبر البلاطوات اللي هي يعني الكبيرة جدا، تحدثوا على فرنس بانكاتر، وتكرر كذلك وتم إعلانه حتى من داخل البرلمان المغربي. يعني هذا المغاربة دابا هادو اللي تحدثوا بلغة ديال المخزن، بلغة كذلك ديال الأطروحة البائدة ديال علل الفاسي، واش هما واعين على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال بأنك تهدد الأمن القومي الجزائري، وبأن الجزائر هي صارمة في هذه المسألة، وبأن الجزائر تقدر بأنها تنسفك عن بكرة أبيك قبل ما أنك حتى تفتح معها نقاش. قبل ما تفتح معها نقاش، أولا فيما يتعلق يعني بتندوف وبشار، تقدر بأنها تطحنك طحنا، تقضي عليك مباشرة، عادية تفاوض معك فوق أراضي. يكون شوية رزان هذا المغاربة، نتحدث بشكل هو مسؤول، نتحدث بشكل هو مسؤول مع المغاربة، كونوا شوية رزان وتقال واحد شوية، لأن هذا الملف دابا حاليا هي كانت زيارة ماكرون يحاول كذلك الحصول على أموال، حصل الله يسهل عليه العشرة المليار ديال الدولار، الله يسهل عليه هو كذلك الشركات الأخرى، حصل كذلك على موارد وكذلك على استثمارات يعني متوسطة المدى وكذلك بعيدة المدى، الله يسهل على فرنسا، شكرا جزيلا فرنسا، أو عموما شكرا ماما فرنسا بأنها عرفت أي من أين تؤكل الكتف بالنسبة للمخزن. ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال بأنك تظن بأن يعني هذا التقارب الفرنسي المخزني الذي لطالما كان وإلى حدود المستمر وسيستمر مع المغاربة إلى ما لا نهاية، بأنه سيؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي الجزائري، لأن استهداف الأمن القومي الجزائري، ونؤكدها مرة أخرى، يعني فيما يعني بأن الجزائر أنتم تدفعها إلى أنها تحنكم مباشرة، وبأنها يكون التاريخ داخل المنطقة هو تاريخ دموي، وبأنها كذلك ليس فقط الإضعاف ديال الملكية، لا، تقولوا الجزائريين بشكل هو عالي احتلينا، تقولوا أنتم الجزائريين اليوم تتعطيهم فرصة، وكذلك تقولوا لهم دخلوا لأراضينا واحتلونا، احنا بغينا اللي يحتلنا. واش أنتم واعيين على أن هناك دولة في القرب ديالكم تعتبر بأنها من أقوى الجيوش على المستوى الدولي، ولا غير تتهضروا غير خاطينها هضرة، وكذلك يعني غير يعني تتفوجوا على نفسكم وتتعنتوا على المستوى الإعلامي، لأن الخطاب في واحد الحد ما بشكل أو بآخر يقدر بأنه ينقلب، وكذلك يعطي إيحاءات بأن هناك عقيدة، وما دام أنه تصدر من إعلاميين اللي هما مدعومين من طرف المخابرات المغربية، تتصدروا المشهد الإعلامي عبر سواء بفرنس فاتكاتر أو كذلك بكذلك يعني بلاطوات أخرى، أي أنهم تشتغلوا مع المؤسسات وتتم اختيارهم اللي تصدر الخطاب المغربي، أو من طرف كذلك برلمانيين أو مؤسسات كذلك حزبية وتتحدث بهذه اللغة، فشيئا فشيئا غادي يكون اعتقاد بالنسبة للجزائري بأن الأمر هو لا يرتبط بالصحراء الغربية، بل يرتبط الأمر بأراضيها. وبطبيعة الحال الجزائر قبل ما تأكلها هي غادي تأكل وتطحنك أولا، ما تبقى أنت لا رباط لا الدار البيضاء لا صحراء غربية لا الريف لا والو، هي ترسم لك الحدود، وهي كذلك تحدد لك فين غادي يكون هاد الطرف، وكذلك تحدد لك الحكومات ديالك والأحزاب السياسية وشكون اللي غادي يكون وشكون كذلك اللي ما غاديش يكون. هذا هو اللي تتحرضوا عليه دابا حاليا، نفهموها، قولوا لنا فرنسا ما غاديش تنفعكم، إسرائيل ما تنفعكمش، أمريكا ما غاديش تنفعكم في واحد المستوى في واحد المستوى ما. يعني هذا خطاب حقيقة أنا أعتقد بأنه غبي يتم ترويجه على المستوى الإعلامي، من أغبى الخطابات اللي قدر بأنه يتروج، وكذلك من أغبى التصريحات اللي قدر بأنها تداول ويتم كذلك يعني حد فيها وكذلك دافعها بالمغاربة في سياق فقط اعتراف فرنسي
معزول، معزول تنقولوا بأنه معزول. فرنسا أقدمت على هذه المسألة من أجل ضمان يعني المصالح ديالها الاقتصادية، صافي بصحتها، قول باتكم حشاتوا لكم. هذا مفهوم، ولكن بشكل أو بآخر لا يمكن بأي شكل من الأشكال بأنكم يعني تقوموا بتمطيط هذا التفسير، أو أنكم ترفعوا أو تعتقدوا بأن ما يبدأ الصحراء الغربية بأنه قد انتهى ولسنبحث على أراضي أخرى. وباش عندكم جيش لا تتوفر، عندكم قوة عسكرية لا تتوفر، عندكم قوة اقتصادية لا تتوفر، قوة اقتصادية عندكم إمكانيات لا تتوفر، الإمكانيات للخوض حرب حتى لمدة أسبوع، الإمكانيات ديالكم ضعيفة. فلماذا هذا الاستهتار وكذلك هذه التماهي وكذلك دعم هذا الطرح بهذا الشكل أو بآخر؟ ماذا إذا كان القصد منه هو جر الجزائر إلى حرب، وبالتالي أنت تفتح على نفسك النار، أنت مباشرة أنت بغيتي الخدمة في راسك تفتح على نفسك النار مباشرة. أنا ما تروش لهذا الخطاب وما تندعمش هذا الخطاب، ولكن أقوم فقط بتحليل هذا الخطاب باش يكون واضح. أنا لا أروج بأي شيء من الأشكال فيما يتعلق يعني بها. بالنسبة لي أنا ملف ديال الصحراء الغربية هو اللي قائم، أما ملفات أخرى هي مغلقة مع موريتانيا مع الجزائر مع إسبانيا، هي كلها مغلقة، لا يمكن بأي شيء من الأشكال حالتها. يجب كذلك احترام الأمر الواقع اللي مورث على، سواء كان مورث على الاستعمار أو كذلك مورث على التاريخ علاقة بإسبانيا. هذه القناعة ديالي أنا، تكونوا واضحين. ولكن أنتما يعني تصرتوا وكذلك نأكدوا بأنكم بعتوا كثيرا فيما يتعلق كذلك بعدائكم للجزائر إلى درجة استهدافكم الأراضي. الجزائري لا يريد الخوض في هذه الأمور، الجزائري يعلم جيدا بأن الحرب ليست بمصلحة ديال المنطقة، يريد فقط حلحلة هذا الملف وفق القانون الدولي والشرعية الدولية وكذلك وفق كذلك القرارات الأممية. تيقول لكم ديروا تقرير المصير ولا يخوض في أمور اللي هي أخرى، تيقول لك إلى حدود الآن لا زال الجزائري يدافع القانون الدولي، يدافع مع فرنسا، ضد فرنسا، ضد أمريكا، ضد أي دولة كيفما كانت، يدافع على ما يتعلق بالقانون الدولي وكذلك يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي. هناك شعب، هناك كذلك يعني قضية، هناك كذلك ما يتعلق يعني ب يعني مراجع أو كذلك قرارات سابقة، هناك كذلك قرارات قضائية تدعم الشعب الصحراوي، فقط تبقى مع الشعب الصحراوي. والدليل على هذه المسألة هو القرار الصادر من طرف محكمة العدل الأوروبية، هو اللي يدعم هذه المسألة. غادي تقولوا لي بأنه جزائري، ذاك القرار جزائري، لا، ذاك محكمة العدل الأوروبية، وتم كذلك تأكيده حتى من طرف محكمة العدل الدولية، وهناك قرارات أممية، ثم هناك قرار صادر كذلك من طرف اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وهناك كذلك تأييد على مستوى المنتظم الدولي لصالح الصحراويين. تعاملوا مع هذا الملف، ما تنقلوش الملف إلى أمور لا تحمد عقباها. فين تيخرج المالكي هو سكران وتيقول لنا لا احنا غادي يعطونا الوثائق وجزائر خايفة، جزائر ما خايفاش، جزائر راه تاكلك مباشرة، مناش غادي تخاف من البيادق، من جيش ديال البلاطوات، مع الاحترام من كذلك العسكريين، مناش غادي تخاف من دولة ديال كذلك ديال المخدرات، مناش غادي تخاف من دولة ديال المافيات وكذلك ديال المثليين الجنسيين، مناش غادي تخاف على سبيل المثال من اقتصاد اللي هو لا يستطيع بأنه يصمد حتى لمدة شهرين أو ثلاث أشهر، لا يستطيع، مناش غادي تخاف. الجزائر مناش غادي تخاف، هي عندها فائض يتجاوز 62 مليار ديال الدولار، تخصصها لكم تحلمكم مباشرة، تخصص لكم غير جزء عشرات المليار تحلمكم مباشرة، كلها تقدكم أرضا على مستوى فقط أسبوع، أرضا أسبوع، بالإضافة كذلك القوة ديالها العسكرية وكذلك يعني ما يتعلق كذلك يعني بالعقيدة ديالها العسكرية. وعاو شوية يعني بارك منها، أنا نقولها بارك منها التبرعيش، هذا راه تسمى التبرعيش، هذا ليس يعني بأنك أنت تدافع على قضية، أنت تدافع، أنت تتغامر بنفسك وتتغامر كذلك بالأسر الفقيرة لا علاقة لها بأسر، بناس اللي هي لا علاقة لها بهذا الملف، لا علاقة لها حتى بالملف ديال الصحراء الغربية، ما معنى لهمش، هما باغيين غير يعيشوا. تتغامر بمدى بمستقبل ديال أجيال المغاربة، يعني شوية شوية ما ياخذوكمش بزاف الحماسة فيما يتعلق يعني بماكرون. ماكرون قضى الغرض ليس هل عليه، قضى الغرض بصحته 10 مليار ديال الدولار، اشتريتو شرى الاعتراف ب 10 مليار ديال الدولار، شاه ليكم عادي جدا، غدا يسالي الولايه ديالو، يخرج لكم رئيس ديال الحكومه اخر او رئيس ديال الجمهوريه اخر، يقول لكم انتهت الحفله، تخلص مره اخرى، عطى واحد 15 مليار ديال الدولار، وتبقاو نتوما في هذا مع امريكا ومع اسرائيل ومع الامارات ومع السعوديه
ومع بريطانيا ومع الاتحاد الاوروبي تبقى تشريو في الاعترافات بشكل هو دوري، خاصكم تشريو الاعترافات بشكل هو دوري فقط. خليكم في هذا السيناريو بعدو على الجزائر، خاصه في الملفات اللي هي ترتبط بمدى بالامن القومي الجزائري. تبقى عندنا واحد الاشاره اللي هي كذلك مهمه، هو ما يتعلق بمساله يعني هذا اللقاء العسكري. اللقاء العسكري ما بين كل من المغرب وكذلك ما بين المغرب وما بين فرنسا، التصور ديالو هو على الشكل الاتي، باش نكونوا واضحين في هذه المساله. غادي المساله اللي هي ذات الاهميه الاخوه الاخوات، اعتذر تماما، شكرا جزيلا اخ تمام. فمساله اللي هي ذات الاهميه في هذا اللقاء، في كذلك في هذا اللقاء او كذلك في هذا اللقاء العسكري، وما يتعلق يعني كذلك بالسياق اللي غادي ياتي فيه. تذكروا الاخوه الاخوات بان المغرب قد ادان، اعطى واحد اربعه نقاط، وجههم للديمستورا، وجههم كذلك الامين العام للامم المتحده، وجههم كذلك عموما المجلس العام. قال لك بانهم الشروط ديالو ليس فقط الحل الوحيد للحكم الذاتي وغيرها كذلك من الامور المرتبطه بالحكم الذاتي وغيرها وعموما كذلك يعني المرتبطه بهذا التصور العام، ولكن اكد واحد محطه من المحطات بانه شق بانه يجب لا حل سياسي الا بايقاف وقت ايقاف او ايقاف كذلك وقف او وقف اطلاق النار، اعتذر وقف اطلاق النار. بهذا الشكل تحدث عليها المخزن، واكدها بوريطة في التصريح، واكدها كذلك اخر النشر رئيس للحكومه، واكدها كذلك البيان، واكدت كذلك الوثيقه التي رفعت الامين العام للامم المتحده، واكد بانه لا يوجد اي نقاش سياسي الا في هذا الاطار. واضح جدا مؤخرا بان المخزن بانه يتلقى ضربات اللي هي قويه جدا، وهذا تحدثنا عليه سابقا وشرحناه بما فيه الكفايه، وكان ظاهر بان المدى ديال الخسائر على المستوى العتاد وكذلك على المستوى ديال الارواح، بالاضافه كذلك الى التكلفه الاقتصاديه التي تحملها المخزن في اطار كذلك الحرب ديال الاستنزاف التي يخوضها كذلك جيش ديال التحرير الصحراوي ضد الجيش المغربي، بانه قد انهك الاقتصاد. انهك الاقتصاد هو بارز حتى على المستوى ديال عدم القدره في التحكم في التضخم، كذلك ارتفاع الاسعار، ضعف كذلك القدره الشرائيه، ارتفاع كذلك النسبه ديال البطاله وغيرها كذلك من الامور. والمخزن دابا حاليا الاموال اللي عنده ترصدها فقط من اجل شراء الاعترافات الاقتصاديه. ولكن المستجد اللي كان عندنا هو ان كان هناك مجموعه من كذلك من الاتفاقيات، 22 اتفاقيه من ضمنها اتفاقات ديال الاستثمار وكذلك اتفاقات ذات الطبيعه العسكريه. نتحدث على اتفاقيات ديال الاستثمار. اولا اتفاقيه ديال الاستثمار تتاكد بان والتزم كذلك ماكرون والشركات كذلك الفرنسيه عبروا بانها ستقوم بمساله الاستثمار فوق الاراضي الصحراويه بالصحراء الغربيه، ما قالوها هذا غادي ننموها، غادي نكون كذلك جزء من هذه المعادله، اي انهم ينخرطون في نفس الاستراتيجيه ديال المخزن. ما هي الاستراتيجيه ديال المخزن؟ وضع كذلك الامر الواقع ثم تعزيز يعني الاقتصادات وكذلك تعزيز كذلك ما يتعلق يعني بالاستثمارات داخل هذه المنطقه، اللي من اجل كذلك اصعاب وكذلك وضع واحد الصعوبه اللي هي كبيره جدا للانتهاء من هذا الملف. وحتى اذا انتهى هذا الملف غادي تبقى دائما عندك انت يا مسمار شحال. شنو هو مسمار شحال؟ هي الشركات المغربيه والشركات الاماراتيه والشركات كذلك القطريه والشركات كذلك السعوديه والبريطانيه والفرنسيه والشركات كذلك الامريكيه، وخاصك تتعامل مع هادو كلهم الشركاء ديال المغرب، لانه لا يمكن انهاء كذلك الاستعمار بدون ان تتعامل كذلك مع الفاعلين الاقتصاديين اللي هما دولاتيين. بهذا الشكل تفكر المخزن. ولكن هذه الرغبه الفرنسيه في انها تركز على الصحراء الغربيه تؤكد بانها بشكل هو اساسي بانها تضع السله ديال البيض ديالها كلها اولا بالنسبه للمخزن وكذلك في الكفه ديال المخزن، ثم المستوى الثاني تجعل نفسها بانها جزء من هذه المعادله، وفي المستوى الثالث بالنسبه لها حتى في حاله انه قد انتهى هذا الملف ليس في صالح المخزن على المستوى الدولي، وطبيعه الحال هذا هو كذلك التصور، بانها غادي تحظى بحضور اقتصادي مهم جدا واستثمارات اللي هي مهمه جدا، لا يمكن بشكل من الاشكال بانه يتم تجاوزها في سياق يعني هاد الاراضي. هذيك كتفكر تقول لك بان هذا الملف غادي ينتهي، التصارع ديالو هو طويل وكثيف بواحد الشكل اللي هو يعني بشكل اللي هو واضح، وبالتالي غادي نعزز الاقتصاد ديالي في هاد المناطق ونكون كذلك جزء من المفاوضات مع الصحراويين عند اعلان تقرير المصير ديالهم واعلان استقلال ديالهم. هكا تتفكر حاليا الدول الاخوه الاخوات. حتى المخزن هكذا يتفاوض دابا حاليا، وهناك تهافت من اجل جعل الصحراء الغربيه لا تحظى باستقلاليه اقتصاديه.
تبيع هذا المخزن، تبيع الأراضي، تبيع كذلك الاستثمارات.